كيف فتحت بيت المقدس لما حدث هذا العناد الشديد وصار هذا الحصار الشديد على بيت المقدس، وما استطاع عمرو بن العاص أن يفتحها. أمر أبو عبيدة أن تتجمع الجيوش الإسلامية وتتحرك نحو بيت المقدس، وبدأت الجيوش تتحرك نحو بيت المقدس، ووصلت الأخبار إلى الأرطبون الذي يقود بيت المقدس، وبدأ يفكر: أنا عمرو بن العاص وحده ما استطعت عليه في أجنادين، الآن سأستطيع على كل المسلمين. فبدأ يتشاور مع جماعته، وبدأ يتشاور مع كبار رجال الدين النصارى في بيت المقدس: ما الرأي؟ هؤلاء هم الذين عندهم علم الكتاب كما يقولون، ما رأيكم؟ فقالوا: عندنا إجماع في كتبنا على أن المقدس ستخرج من أيدينا، وعندنا إشارات كثيرة تشير إلى أن هؤلاء هم الذين سيأخذوها، فيأخذوها بالصلح خير من أن يأخذوها بالقوة. قال: فكيف نصالحهم؟ قالوا: عندنا إشارات عجيبة في كتبهم كثيرة، وإشارات كثيرة ونبوءات كثيرة من أنبيائهم، أن الذي يفتحها رجل اسمه عمر بهذه الصورة، قريب من هذا الاسم، لأن مع الترجمات ضاع ما تأكدوا، لكنهم يعرفون بعض مواصفاته. فبدأوا يراسلون عمرو بن العاص، قالوا: نحن نريد أن نستسلم، وعندنا شروط، وكتبنا المقدسة تشير إلى أن عمر هو الذي يفتحها. قال: أنا عمر. بدأوا يتشاورون، قال: هل هو المقصود؟ ما اسمك؟ فأرسل لهم اسمه عمر، وعمر تكتب عين ميم راء واو، أربعة حروف، وتنطق عمر، تكتب عمرو وتنطق عمر. فبدأوا يتشاورون، قال: هذا أربع حروف، هذا ما هو؟ قالوا: ما يفتحها إلا هذا في كتبنا المقدسة، نحن نستسلم لكن بشروط حتى نتأكد أنكم المقصودين، ما يفتحها إلا قائد عندكم اسمه عمر وهو من ثلاثة حروف. ففكر عمر، قال: عمر. فأرسل إليهم، قال: خليفتنا اسمه عمر. فسألوه عن وصفه وعن كذا، فأرسل إليهم، ما وجدوا شيء يتناقض مع الذي عندهم. قالوا: نعم، نحن مستعدين أن نسلم القدس، لكن ما نسلمها إلا لعمر، غير عمر نقاتل، أما عمر فنفتحها له. أرسل عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة، ما الرأي؟ قال: الرأي أن نشاور عمر، هل نفتحها بالقوة ولا ننتظر مجيئه؟ فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالخبر، خبر غريب، هؤلاء ما هم راضين يفتحوها إلا لك. فعمر رضي الله عنه بدأ يشاور الصحابة، استشار مجموعة من الصحابة وزراءه في ذلك الوقت الذين كانوا معه في المدينة، أبطال للمسلمين لكن يحتاج من يشاورهم. فكان معه علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، هذين النجمين العظيمين، والذين سأتحدث عنهما إن شاء الله إن طال بنا العمر في هذه السلسلة. فأشار عليه علي بن أبي طالب بالخروج والمسير وافتتاح بيت المقدس، وهي فرصة أيضا للقاء بقادة الجيوش الإسلامية وتفقد الأمر عن قرب. أما عثمان بن عفان قال: لا، الأفضل أن تبقى في المدينة، خروجك من المدينة خطر. وظل عمر بالمشاورات، ثم مال إلى رأي علي رضي الله عنه وقرر الخروج بنفسه، وعين مكانه واليا على المدينة خليفة له في المدينة، علي ابن أبي طالب، ذلك النجم العظيم في تاريخ الإسلام. وسار إلى الشام، وعلى مقدمته العباس ابن عبد المطلب. قبل أن يذهب إلى القدس طلب أن يحدث اجتماع لجميع قادة الجيوش الإسلامية في تلك المناطق، ورأى قبل أن يذهب إلى القدس رأى أن يحدث هذا الاجتماع في منطقة تناسب الجميع، فتم الاستقرار على منطقة الجابية في هضبة الجولان التي ضيعها المسلمون كذلك للأسف في هذا الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها وباقي بلاد المسلمين
إلى حوزة الإسلام من جديد. توجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجابية، أول من لقيه من قادة الجيش يزيد ابن أبي سفيان، ثم أبو عبيدة، ثم خالد بن الوليد، وكلهم على الخيول يلبسون الحديد الذي غنموه من أهل الروم، وحديد الروم طريقة الروم في لبس الحديد يخلطونه بالديباج والحرير، حديد لكن مغطى بالديباج والحرير. فعمر بن الخطاب لما جاءوه أخذ الحجارة بدأ يرميهم بالحجارة ويقول: ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم، إياي تستقبلون في هذا الزي، وإنما شبعتم منذ سنتين. ما صار لكم سنتين شبعتم، قمتوا تلبسون الحرير وتلبسون الديباج، والله لو فعلتم هذا على رأس 200 لاستبدلت بكم غيركم. لو 200 سنة مضت على الفتح وجئتموني بهذا الأمر لاستبدلت بكم غيركم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، بدأ يهدونه، ما صبر عليهم حتى يوضحوا الأمر، كيف يأتون بمثل هذه الملابس اللامعة والفخمة؟ فقالوا له: يا أمير المؤمنين، إنها يلامعة، يعني حديد، وعلينا السلاح، لكن هذه هكذا تصنع الملابس في هذه البلاد. ثم أمر آخر: هؤلاء بملابسنا العادية لا نملأ قلوبهم رهبة، وجدنا أننا إذا لبسنا هذه الملابس يستسلمون أسرع لنا ويطلبون الصلح أسرع، فوجدنا هذا في مصلحة المسلمين. فقال: نعم إذن. وفعلا اجتمعت قادة هذه الجيوش الإسلامية في لقاء عظيم بعد انقطاع طويل زاد عن 2 لم يلتقوا فيه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وتفرقوا في أرض الشام. الآن حدث هذا الاجتماع العظيم في أرض الشام، وعملوا معسكرا هناك، وبدأ عمر رضي الله عنه يتشاور مع القادة. قبل أن يصل إلى إيلياء لقيه رجل يهودي من دمشق، فعرف أنه الخليفة فسلم عليه وقال له: السلام عليك يا فاروق، أنت صاحب إيلياء. إيلياء هي بيت المقدس، شرفه الله وطهره من رجس اليهود. لا والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء. فكانت مؤشرا من مؤشرات هذا الفتح أن حتى اليهود يعرفون أن الذي يفتحها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبينما هم في معسكرهم في الجابية إذ فجأة رأى عمر بن الخطاب الناس فزعوا، وكل من انطلق نحو سلاحه يأخذه ويستعد، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: ألا ترى الخيل والسيوف؟ فالتفت عمر فإذا قطعة من الفرسان، ما هو جيش كبير، جيش صغير يسمونه كردوس، قطعة من الخيل قادمة تلمع سيوفهم. فعمر بفراسته قال: لا تراعوا، إنهم مستأمنون. فالمسلمون استعدوا، لكن انطلقوا، أرسلوا إليهم رسل، فإذا هم فعلا مستأمنين فأمنوهم، فإذا هم أهل إيلياء أهل القدس. أرسلوا وفدا لمفاوضة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تسليم القدس، فأعطوه رأيهم وشاورهم وشاور أصحابه، واتفق الطرفان على المصالحة، وكتب لهم أمانا، صارت به القدس ملكا للمسلمين على مدى الزمان بموافقة أهل القدس وبشروط واضحة جدا أعطاها المسلمون لهؤلاء الناس، ووافق عليها هؤلاء أهل القدس. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم. إذن لا يؤخذ منهم من أموالهم إلا كما سيأتي من الشروط، لكن أموالهم لهم وأنفسهم لهم، ولكنائسهم، لا تمس كنائس النصارى، وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، كل القدس لها الأمان، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها
ولا من حيزها، أي شيء تابع لها لا يلمس، ولا من صليبهم، لا تكسر صلبانهم، لا تمس. انظروا التسامح الإسلامي يا شباب اليوم. بعض الشباب اليوم يأخذه الحماس ويرى أن أي تسامح مع النصارى هذا لين. كلا، هذا هو أصل من أصول الدين، يفعله عمر بن الخطاب وهو خير منا جميعا وأحرص منا جميعا على الدين، ومع ذلك يتساهل ويتسامح مع الصليب. انظروا السماحة الإسلامية، انظروا الفقه الإسلامي، انظروا الفهم الذي عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هكذا يعامل النصارى في بلاد المسلمين، لهم الأمان، ولدينهم الأمان، ولكنائسهم الأمان، ولصلبانهم الأمان، طبعا باستثناء جزيرة العرب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى فيها دينان. وقال عمر في خطابه لهم: ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، لا يؤذى أحد في دينه، ولا يؤذى أحد في جسده أو في أهله أو في ماله، لا يضار أحد منهم. ثم اشترط شروطا واضحة، قال: ولا يسكن إيلياء معهم أحد من اليهود. هذا من شروط المسلمين على النصارى في فتح القدس، من شروط فتح القدس ألا يبقى فيها يهودي. انظروا وتأملوا النظر الثاقب لعمر بن الخطاب، وكيف تساهل المسلمون فيما بعد بهذا الشرط، ومنه أخذوا، منه بدأ اليهود يتجمعون ويتقونون ويعملون عصاباتهم ويهجمون على المسلمين، وبدأ التحرك اليهودي في فلسطين بسبب هذا التساهل. ولا لو التزموا بشرط عمر بن الخطاب ما حدث لهم ذلك. لا يسكن إيلياء معهم أحد من اليهود، يجب أن تخلو القدس من أي يهودي، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، فرض عليهم الجزية كباقي الناس. ثم شرط شرطا آخر، شرط مهم: وعليهم أن يخرجوا منها الروم، ما يبقى في القدس إلا أهل البلاد الأصليين، أهل فلسطين الذين أسلموا فيما بعد، أما الروم يجب أن يخرجوا جميعا من القدس. إذن لا يبقى في القدس يهودي، ولا يبقى في القدس رومي. طبعا يزوروها زيارات يتعبدوا فيها لا مانع، أما أن يسكنوها فممنوع بالاتفاق بالعهد الذي بيننا وبين أهل فلسطين عندما فتحنا فلسطين، وأن يخرجوا منها اللصوص، يجب أن يتعاون أهل المدينة على طرد أي لص يعرف، فمن خرج منها يهودي رومي لص أي واحد يخرج منها فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم إلى أن يصلوا إلى البلاد التي يريدونها، ومن أقام منهم من بقي في المدينة فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. أي واحد يسكن القدس يدفع الجزية، غير المسلمين يدفع الجزية حتى لو كانوا من غير أهل القدس. ومن أحب من أهل إيلياء من أهل القدس أن يسير بنفسه وماله مع الروم يترك القدس ويذهب إلى الروم، ويخلي بيعهم وصلوبهم، يترك كنيسته يترك صليب، فهو آمن على نفسه وعلى بيعهم أماكن عبادتهم وصلوبهم حتى يبلغوا مأمنهم، حتى لو أراد أن يأخذ صليبه معاه أو يبقي الصليب، هذا كله لهم الأمان. ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، يعني غير أهل إيلياء الأصليين أيضا يطبق عليهم نفس الأمر، ومن شاء من غير أهل القدس رجع إلى أهله، يعني المقاتلين اللي جاءوا وانضموا إلى بيت المقدس وكذا، من أراد أن يرجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم لما يأتي وقت الحصاد للزروع، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. ما دام يلتزمون بالشروط نحن نلتزم لهم بالشروط. وتم الاتفاق في الجابية في هضبة الجولان على تسليم القدس. وطلب المسلمون الذين في الجابية من عمر طلبا غريبا، قالوا: يا أمير المؤمنين، معنا في الجابية بلال،
بلال الحبشي الذي رفعه الله تعالى بالإسلام لم ترفعه لغته، ولم يرفعه لونه، ولم يرفعه نسبه، ولم ترفعه مناصبه ومكانته، ولم يرفعه ماله، بل رفعه وجعله نجما خالدا على مدى الزمان، الإسلام العظيم. رفع بلالا إلى مرتبة النجوم. جاءوا إلى عمر قالوا يا أمير المؤمنين، معنا بلال وهو من تعرف في مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أنه كان مؤذن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قالوا يا أمير المؤمنين اطلب من بلال أن يؤذن لنا، اشتقنا أن نسمع الأذان الذي كان في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ووافق عمر رضي الله عنه وجيء ببلال، فقال عمر لبلال يا بلال هذا يوم من أيام الله، فتح الشام، فتح بيت المقدس، هذا يوم من أيام الله، يوم عظيم، يوم فرح وسرور، هذا يوم من أيام الله، فأذن لنا يا بلال. ووافق بلال لهذه المكانة العظيمة، لهذا الشرف العظيم، لذلك اليوم، لانضمام القدس إلى حوزة الإسلام. وافق بلال أن يعيد الأذان الذي كان على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبلال لم يؤذن منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الجابية، وبدأ الأذان العظيم ينطلق بين تلال الجولان وهضبة الجولان، والصحابة الكرام يسمعون ويتذكرون أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبدأت الدموع تنزل. الله أكبر، وبدأت الذكريات، ذكريات محمد صلى الله عليه وسلم ترجع إلى الأذهان. أشهد أن لا إله إلا الله، ذكريات الجهاد، ذكريات بدر وأحد والخندق والحديبية وحنين وفتح مكة وتبوك. أشهد أن لا إله إلا الله، بدأت الذكريات تحرك القلوب وتجعل الأعين تسيل دموعا، حتى وصل بلال إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله، وأخذ بلال يبكي يبكي يبكي، الصحبة يبكي، الرسول يبكي، الوحي يبكي، القدوة. بدأ بلال يجهش بالبكاء لما قال أشهد أن محمدا رسول الله، ما استطاع بلال أن يكمل، وارتفعت الأصوات بالبكاء تذكرا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تذكرا للصلة بين الأرض والسماء، للوحي من رب العالمين إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. امتلأت الآفاق بأذان بلال وببكاء بلال، فما استطاع بلال أن يكمل الأذان. رحمك الله يا بلال، كم كنت تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنك وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أجهشوا بالبكاء لما تذكروا حبيبهم صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم تجلى في الجابية لما تم الاتفاق على تسليم بيت المقدس، وشهد على هذا الصلح أبو عبيدة
وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وقادة المسلمين الذين كانوا في الشام وقعوا على هذا الاتفاق، وشهد عليه النصارى، وشهد عليه كذلك أحد اليهود من أهل دمشق الذي حضر ذلك الموقف، وبدأ التحرك نحو بيت المقدس. أراد المسلمون أن يجعلوا قدوم عمر مظاهرة، فسبقوه إلى بيت المقدس وتبعهم هو، وكان معه خادم، فرفض أن يأخذ شيئا من إبلهم أو من دوابهم، قال بالبعير الذي جئت به. ومعه صاحبه هذا الخادم، يركب هو حينا ويركب هذا الخادم حينا، يركب الخادم وعمر يمسك الحبل الناقة ويسير بها، والخادم هو الراكب وعليه الملابس الغليظة. فقدموا له بغلة، بردون يسمونه، من بغال الشام العجيبة الكبيرة الضخمة، فحاول أن يركبها، قال ما أعرف، تركوني على حالي، تركوني على سجيتي. فتركوه كما يريد، أرادوا أن يقنعوه أن يلبس الملابس الفخمة حتى يكون في دخوله هيبة، فقال لا، الهيبة بالإسلام ليس بالمظاهر، ورفض أن يكون إلا بملابسه تلك. وسبقه المسلمون واصطفوا عند بيت المقدس، وخرج أهل بيت المقدس والكل ينتظر عمر. أهل بيت المقدس ينتظرون جيشا ضخما وموكبا عظيما والزينة والحجاب والحراس، وبينما الناس في هذا الانتظار، إذ يقترب بعير واحد ليس معه أي حراسة، ليس معه أحد، وبدأ المسلمون يكبرون، وأهل القدس متعجبون يسألون لما تكبرون، أين الخليفة؟ قالوا هذا الخليفة قادم. فدهشوا أيما دهشة وتعجبوا أيما تعجب، هذا خليفتكم يأتي وحده بهذه الصورة؟ ولما اقترب البعير، وكانوا ما يتبينون من بعيد، اقترب من القدس، وإذ في الطريق مخاضة، منطقة فيها طين والالتفاف عليها بعيد، وعمر ما أراد أن يؤخر الناس، فقرر أن يسير في هذه المخاضة، وكان كما ذكرت لكم يركب دورا على البعير وخادمه يركب دورا. فلما اقتربوا من المخاضة، صار الدور لعمر أن ينزل وللخادم أن يركب. الآن خلاص على وشك يدخل القدس، فعمر نزل، الخادم بدأ يترجى، يا أمير المؤمنين ما هو معقول تدخل على فتح بيت المقدس وأنت جرني، أنا اتركني يعني، اسمح لي أنا أكمل. قال لا أبدا، هذا دورك وأنت تركب. ألح الحاح شديد هذا الخادم، وعمر صدر له الأوامر، قال أركب، فركب مطيعا، ونزل عمر يجر البعير. فلما وصل إلى الطين، نزع نعليه وأمسكهما بيده، وباليد الأخرى يمسك البعير، وبدأ يخوض هذه المخاض. الروم ينظرون إلى الراكب على البعير يظنونه عمر، لأن ما تخيلوا أبدا أن يدخل عليهم عمر بن الخطاب فاتحا لواحدة من أعظم مدن الأرض ومن أقدس مدن الأرض، يدخل عليهم بهذه الهيئة. وجاء بعض المسلمين مستعجلين إلى عمر، قالوا فضحتنا أمام الناس، قال ارجعوا لا أب لكم، إنما الفضيحة يوم القيامة، وإنما العزة بالإسلام. وشدها أهل بيت المقدس لما رأوا الناس يقبلون على هذا الذي يجر البعير، يسلمون عليه ويحيونه بإمرة المؤمنين. فقال قساوسة النصارى وكبار رجال دينهم، نعم لمثل هذا تسلم القدس، لرجل نزع الدنيا من قلبه وصار في تواضعه إماما للعالمين، لرجل لم تشغله مظاهر الحكم، لم تشغله الكنوز، لرجل يدخل بيت المقدس يجر بعيرا عليه خادمه وفي اليد الأخرى نعليه،
لمثل هذا تفتح القدس ويدخل عمر بن الخطاب في يوم عظيم من أيام الله، في يوم جليل في تاريخ الإسلام، يدخل أول مسلم إلى بيت المقدس، يدخل عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنك وأرضاك يا عمر، وجعلنا نسير على نهجك ونرجع القدس التي ضيعها المتخاذلون، نرجعها إلى حوزة الإسلام وندخلها فاتحين كما دخلتها فاتحا قريبا عاجلا غير آجل بإذن الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. ودخل عمر المدينة وسار في جنباتها، ودخل كنيسة القيامة. كنيسة القيامة واحدة من أعظم كنائس النصارى، بل هي أعظم كنائس النصارى على الأرض، كنيسة القيامة. فلما دخل حان وقت صلاة الظهر، لم يدخل جيش المسلمين بعد، وما زالت المدينة ليس فيها مسجد وليس فيها مصلى، وحان وقت صلاة الظهر، فقال للبطريرك الأعظم في القدس: أريد الصلاة. وكان قد جلس في صحن كنيسة القيامة، فقال له البطريرك: صلي موضعك، صلي في مكانك هنا، صلي في داخل الكنيسة. فامتنع، قال: لا، ما أريد أن أصلي داخل الكنيسة. ثم خرج حتى وصل إلى درج باب الكنيسة وصلى هناك منفردا، ثم التفت وقال قولة عجيبة للبطريرك يشرح له لماذا لم يصلي داخل كنيسة القيامة. انظر إلى عمر الذي ينظر إلى المستقبل، ينظر بنور الله، انظر إلى التسامح الإسلامي الذي يتجلى في موقف عمر برفضه للصلاة في داخل كنيسة القيامة. قال للبطريرك: لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسلمون بعدي، وقالوا: هنا صلى عمر. حريص على ألا يمس دين النصارى، لأنهم في ذمتنا، فعلينا أن نحميهم ونحمي دينهم، ونحن نعلم أن دينهم يخالف ديننا، لكن مع ذلك جزء من هذا العهد، من عهد أهل الذمة، أن لهم دينهم لا يمس ولا يؤذى ولا يغير ولا يلمس بشيء. ثم كتب لهم كتابا، عهد جديد واتفاق جديد، ألا يصلى على الدرجة التي صلى عليها، وألا يؤذن عليها. أي تسامح عظيم للفاروق على شدته وحرصه على الدين. وأراد عمر رضي الله عنه أن يبني مسجدا في القدس، فسأل البطريرك، قال: أرني موضعا أبني فيه مسجدا، دلني على مكان شريف أبني فيه مسجدي. فقال: على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب. عرف عمر أنها نفس الصخرة التي انطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، إلى المعراج، إلى اللقاء برب العالمين، الصخرة الشريفة، صخرة المعراج. فذهب إليها فوجد عليها أرداما، بيوت مهدمة حوالين هذه الصخرة، فأمر بإزالتها، وتحرك المسلمون لإزالة هذه الأردام، وشارك عمر بيده الشريفة برفع هذه الأردام، كان يضع الحجارة في ثوبه وينقلها، واقتدى به المسلمون كافة، وفي دقائق تم نقل كل هذه الأردام، وأمر ببناء المسجد قرب الصخرة. والمسجد معروف إلى اليوم بمسجد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبقربه قبة الصخرة الشريفة التي بنيت فيما بعد. القبة التي على الصخرة بنيت فيما بعد في عهد الأمويين، أما المسجد، مسجد عمر، فهو من بناء عمر بنفسه رضي الله عنه وأرضاه.